محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين رسول يا سيدتنا ومولاتنا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي يا حال مهدبا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلناك وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابو الحسن يا علي يا ابن موسى يا الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله يا لا خلقه يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي يا حتك الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا الحسن يا علي يا ابن محمد اي الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن من علي يا حزك ولا سلو يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحزن والخلف الحجة الأيها القائم المنتظر المعدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله دعا مدی قبولیت واسطے بلند تر صلوات صلی علی محمد و علی محمد کریم اللہ ساڑی کلیل جی عبادت اپنی برگاہ چ منظور مقبول فرما کریم اللہ اس عبادت کو عبادت شمار فرما کریم اللہ اس مجلس ثواب جملہ مرحومین مومنین بالاخص کیف صاحب دے اقربا مرحومین دے روح نو ایصال فرما کریم اللہ انہاں دے گناہاں نے صغیر و کبیر معاف فرما انہاں دے درجات بلندی وچ اعلیٰ مقام نصیب فرما کریم اللہ کیف صاحب دے گھر جو بھی دکھ مصیبت پریشانی اس نو دور فرما انہاں دے رزق وچ وسعت عطا فرما کریم اللہ انہاں دے گھر جو بھی دکھ مصیبت پریشانی ہے اس نو دور فرما کریم اللہ انہاں دے بچیاں دیاں زندگیاں دراز فرما بالاخص اس جگ دے جتنے بھی مومنین ہیں انہاں دے بچے دی زندگی دراز فرما اور جو جو بچے امتحانات دے رہے ہیں کریم اللہ انہاں کو اپنے اپنے امتحان دے وچ کامیاب و کامران فرما آخری دعا مگدا پیان سارے مل کے آمین کہے شاید کسی مومن دی دعا منظور ہو جائے کریم اللہ اساں وارث دے ہوندو یا بے وارث وانگو ہیں ساڈے وارث حقیقی دا جلد ظہور فرما جس طرح سارے مل کے آمین آکھی اسی طرح سارے مل کے صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم إمام المشارق والمغارب زربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة السكلين نار حيدري. والصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم. ਹੁੰਦੀ ਔਖੀ ਮੌਤ ਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਦੇ ਬੋਲੀ ਉਹ ਤੁਰ ਤੁਰ ਉੱਡੇ ਦੇਨ ਮਾਵਾਦੋ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਰਹਿ ਵਹਿੰਦੀ ਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰ ਪੁੱਤਰ ਵਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿਰ ਵਜਦੇ ਬਖਤ ਵੀ ਰੋਲੀ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਮੰਡਾ ਕਿਨ ਗਏ ਅਸਗਰ ਚੰਨ ਬਚੜਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਏ ਗਰੀਬ ਹਸਰਤ ਦੀ ਅੰਗਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਸਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤੱਸਾ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਯਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਡੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਡੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਡੇ ਕੇ ਵੱਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕਿਆ ਦੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਲਿਆ ਸੁਰਨਾ ਹੈ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਵੱਲ ਸਈਆਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅਗਰ ਅਲੀ ਉਹ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰ ਕੇ ਬਚਾਵੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਮੀਨੇ ਇੱਕ ਬੈਦੋ ਡੇਕ ਕੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਅਧਿਆਇਨ ਮਾਰੋ ਇੰਦਾ ਅੱਬਾਸ ਮਰ ਗਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸੈਯਦ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਬਲਾ ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਗਰ ਸੁਣੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਤੋੜੇ ਕੰਮ ਸਿਨਹਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕੁਪੀ ਕੇ ਚੁ ਗਿਰਾਇਸ ਕੋਨੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਜੀਂਦਾ ਗਰੀਬ ਨੱਸਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਈਅ ਟਿੱਬਾ ਛੋੜੇ ਖਿਆਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਨੋ ਮੇਰੇ ਤੱਸਾ ਪਰਦਾਦਾਰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਜੈ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸਗਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਟ ਖੁਸ਼ਕੇ ਨ ਗੱਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕੇ ਅਲਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਈਆਂ ਦਾ ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਕੁਦੇ ਵੇ ਉਹ ਅਸਗਰ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਲਿਆਵਾਂ ਬੀਬੀ ਅਸਗਰ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵੱਲ ਦੂਜਾ ਪਈਏ ਸੈਯਦੀ ਦੂ ਚੋਲਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਾਜ ਰੋਨਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋ ਕਹਿ ਦੇ ਰਬਾਬ ਦੋ ਚੋਲੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੀ ਬੀਬੀ ਆਦਿਨ ਮੌਲਾ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਵਹਿੰਦੇ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਲਦਾ ਅਸਗਰ ਮੈਦਾਨ ਪੈ ਵੈਂਦੇ ਇਸ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਲਨਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਕਫਨ ਦੀ ਜਹਾ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਾਏ ਬੇਆ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਕੁ ਦੇਵਾਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਂ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਮਾ ਸਈਆਂ ਦਾ ਅਸਗਰ ਕੂਚਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਕੂਚਾ ਵੋ ਅਸਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਜੈ ਤੈਂ ਜਿੰਦੇ ਤੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੜੇ ਦੀ ਰਵਾਂ। ਸੈਦ ਅਸਗਰ ਕੁਚਾਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕਮੀਨਾ ਸਮਝੇ ਹੁਸੈਨ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਵੇ ਲੈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਉਮਰੇ ਸਾਦਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਮੇਲਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੈ ਆਵਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਗੁੰਬਰ ਚ ਲੱਗੀ ਏਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਏਸ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਮਰਾਈ ਬੈਠੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਰਾਈ ਬੈਠੇ ਨਦਾਨ ਕੁਹਾਈ ਬੈਠੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਮਰ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜੈਂਦੇ ਕਿਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜੈਂਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਿਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਰਾਨ ਮੇਲਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੂ ਖਤਰੇ ਭੇਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸ ਅਬਾਸ ਬਿਰਾਏ ਇਹਦੇ ਲਾਣ ਦੀ ਦੇਰੇ ਅਸਾਂ ਲੁੱਟਣੀ ਏ ਇਹਦੀ ਭੇਣ ਦੀ ਪਾ ਕਰਦਾ ਏ ਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਵਾਤ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਕਾ